السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، المهم غنبدا. اللي عجبها الفيديو تدخل تشترك في القناه باش يوصلها الجديد، ومرحبا بالناس الجداد والقدام تماما للدار، يعني باش يوصلكم اي جديد. وكنتمنى كبروا العائله ديالنا. المهم كان على بركه الله في الفيديو. اليوم جينا صراحه، جينا لواحد البلاصه باش نشوفوا الحوري ديال العيد. البلاصه ما بين صفر والمنزل، هكا تفوت عزاب واحد شويه كتلقاها. يعني مشينا كناخذوا واحد الراجل يعني كيبيع داكشي زوين، والحوالي كيربيهم على يديه، يعني داكشي زوين ونقي، واللحم ديالو كيكون زوين ونقيين. ليسونسيال انهم نقيين، يعني الحواله ديالو نقيين كما كتشوفوا. ها هما دول الحواله، يعني ها نتوما، ها هما الكوري فين كياكلوا، داك اللعب فين كياكلوا، يعني كل شيء صراحه حواله نقيين بزاف، واعرين تبارك الله. يعني فيهم اللحم تبارك الله، يعني صح، يعني كما كيقولوا الحولي زوين. المهم ها هما دول يا البنات، جينا اليوم باش نختاروا. خليكم معنا وتشوفوا الحلوه الحولي وحتى الأثمنة، يعني كاين ما بين، كاين كل حاجة وثمنها 30 40 50، يعني حاجة زوينة 50 54 هكاك، يعني مهم أثمنة مختلفة. وليسونسيال أن الحولي نقي وكتعرفوا شنو واكل زوين، يعني صراحة زوينين الحوالة، واعرين يعلفهم مزيان، كيعطيهم داكشي ياكلو زوين، يعني الحواله ما تخافيش منهم، واعرين. كناخذو من عندو العام اللي فات حباب راجلي، صدقهم يعني زوين، وهاد العام خدينا كاملين من عندهم. وها حنا في فصل الحاضره، وكاين دجاج، كاين الكلب حاشاكم صغيورين، يعني كاين كل شيء صراحه، واحد الجو زوين. مشينا يعني بقينا كنقلبوا، يعني كاين حواله زوينين. هذا اللي واقف قدامكم يعني ب50، يعني حواله زوينين صراحه، زوينين. واللي صوصي انهم معلفين مزيان، وكتعرفي شنو كتاكلي، يعني اللحم ديالهم واعر زوين، يعني كتعرفي شنو تاكلي، يعني عندو السلعه نقيه، ماشي بحال دوك الحواله الموسخين وداكشي، بالعكس يعني حوالا نقيين في المستوى صراحة. مهم دابا حنا كنشوفو، من بعد عاد غدا، دابا اليوم غير جينا نشوفو صراحة، ومن بعد إلا عجبتنا شي حاجة وغنشوفو الأثمنة. دابا بغينا غير نشوفو الأثمنة وداكشي، وإن شاء الله خليكم معنا لافيديو، نكملو لافيديو، وباش ما كان غادي تشوفو معنا لافيديو إن شاء الله. مولاي صلي وسلم دايما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله، والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه. مولاي صلي وسلم دايما حبيبك خير الخلق كلهم، والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله، والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم
نصلي على المصطفى حبيبنا محمد على مولاي. صلي وسلم دايما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والمداد المداد يا رسول الله، أسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، أسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد على مولاي. صلي وسلم دايما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والمداد المداد يا رسول الله، أسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، أسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد على مولاي. صلي وسلم دايما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والمداد المداد يا رسول الله، أسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، أسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد على مولاي. صلي وسلم دايما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والمداد المداد يا رسول الله، أسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، أسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد. صراحة عنده حوالي زوينين بزاف يعني، وخا شويه هاد العام شويه شي طالع بزاف، ولكن شويه طالع الثمن، ولكن هذا صراحه يستاهل لان عنده حوالي زوينين انقيين، وحتى النعيجات يعني واعرين صراحه، كتشهى غير تشوف فيهم واعرين واعرين نقيين، وليسونسيل انهم يعني الحولي زوين غتديه يعني بالكارونتي زوين. المهم اليوم جينا شفنا الحولي وجينا شفنا الاثمنه كي دايرين ان شاء الله. نرجع ان شاء الله المره الجايه باش ناخذو. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. يلا خليكم معنا، ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في الفيديو، ولا عجبكم يلا باي باي عليكم، سلامه.